السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصحابنا وأحبابنا في قناة بانوراما للأعمال الخشبية. زي ما قلت لحضراتكم، أنا إن شاء الله الفترة دي هتعمل لكم بس شوية مقاطع صغيرة كده لغاية ما إن شاء الله نخلص الشغل بتاعنا الموسم. إن شاء الله معانا فيديوهات جميلة جدا ومحضرينها، بس طبعا حضراتكم عارفين وكلكم يوتيوبر وعارفين إن طبعا المونتاج والتقطيع والكلام ده كله بياخد وقت كبير. فإن شاء الله إحنا بس بناخد المقاطع اللي هي الصغيرة كده اللي هي السريعة علشان ما نبقاش برضو نقطع القناة، وإن شاء الله بعد ما نخلص هنصور لكم فيديوهات جميلة جدا وطويلة إن شاء الله. معانا النهاردة مصحفة أو حامل مصحف، طبعا بيبقى جميل جدا في البيت أو في المساجد. زي ما حضراتكم شايفين كده الحركة سهلة جدا. لو عايز تقلب المصحف شوية أو تفتحه بتبقى بقى للأئمة، طبعا بيقلب على الناحيتين اهو زي ما حضراتكم شايفين، بيبقى جميل جدا بقى بالنسبة للمساجد في صلاة التهجد بقى. كنا في رمضان طبعا والطلب كتير، وطبعا انت بتثبت على المقاس اللي انت عايزه بتقفل، ودي كمان بقى فيها ماسورة ارتفاع لو انت حابب تغير الارتفاع. لو في مثلا طبعا امام بيبقى طويل شوية او في قصير، بتغير بقى المقاس اللي انت عايزه وبتثبت برضه وترجع تثبت، وسهلة الحركة جدا. طبعا الحامل ده للمصحف الصغير، يعني المصحف الكبير بقى له مقاس كبير. شايفين الحركة سهلة جدا والطلوع والنزول سهل. ده طبعا بيبقى حتى لو انت في البيت وعايز تصلي مثلا في البيت وتطول مثلا شويه براحتك، او ما انتش حافظ مثلا عايز تحط مصحف او تراجع، بيبقى جميل جدا. يعني ده الحامل ده عمود حلزوني مخروط وشكله جميل وبسيط. يعني قلت بس اطلع معاكم النهارده بفيديو قصير لغايه ما ان شاء الله نخلص شغلنا، لان مضغوطين جدا والله ومش فاضيين نمنتج او نرفع اي فيديوهات. وما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.